مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد على قناة مستر إدمو في فقرة جديدة وهي فقرة الألعاب المنسية. وفي حلقتنا هذه سوف نشارك معكم لعبة من بين ألعاب المنسية وهي لعبة مغامرة وألغاز وقتال رائعة. وبدون ما أطول عليكم لعبتنا لليوم وهي سفينكس. اللعبة مستوحاة من الأساطير المصرية القديمة. حسنا سوف أترككم مع لمحة من اللعبة. اللعبة متوفرة على جهاز بلاي ستيشن 2 والإكس بوكس والجيم كيو والنينتندو سويتش، وتتوفر أيضا في الويندوز والماك واللينكس، ويمكن تشغيلها في الهاتف أيضا ببرنامج ديلفين الذي يقوم بتشغيل ألعاب النينتندو والجيم كيو. كانت هذه هي فقرة اليوم، أتمنى أن تعجبكم ولا تحرمونا من اللايك ومشاركته مع أصدقائكم. Peace.